بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أول كل شيء، أنا الشيخ عمر كندي الخليفة التجانية وإمام في بير ميليتار في برادويش ومعلم القرآن الكريم. وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جئت عند سيد القائم بالأمال لكي أطلب منه تبليغ شكرنا وامتناننا إلى حضرة أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس، نصره الله على كل ما يقدمه من سند روحي ومعنوي ومادي إلينا. نحن علماء وأئمة ومشايخ الأفارقة بفضل أمير المؤمنين تعلمنا مفهوم التسامح والعيش بسلام وفي سلام. ونحن معشر العلماء والأئمة نقتبس النور والعلم والوسطية من أمير المؤمنين نصره الله. كما أود توجيه شكري إلى المشرفين على مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لحسن التنظيم والضيافة بمناسبة دورة الخامسة للاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة. هذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.